السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام. عندنا طبيع أخواني في هذا المكان، راح نحفر إن شاء الله نأكد التربيع عشان تلاحظوا بشكل واضح. تم التأكيد أخواني على وجود معدن، تمام؟ راح نتأكد ونحفر، نبقى إخواني على الاستجعار، لكن حينما يعني يقترب الهدف اللي بحب يأكد بالصوتي البسيط، يعني الأنواع الصوتي إخواني الكرام البسيطة، يعني التي ممكن 40 سنتي 30 سنتي. نص يا اخواني توسيع المكان حتى يكون راح نتابع اخواني وياكم، تابعوا معنا، نوسع قليلا في الحفرة ونتابع الحفر إن شاء الله. نعم إخواني، نستمر معكم في موضوع الحفر في هذا المكان. نتابع الحفر معكم، اشتغلنا منيح اخواني الكرام، صار عمق لا بأس فيه، يعني ما زال لم يظهر شيء بعد. نستمر في الحفر إن شاء الله ونشوف النتيجة، والله هو سبحانه وتعالى الرزاق وكله نسيب الله سبحانه وتعالى.
نشهد اخواني تغير لون التربة معنا في هذا المكان. تغير لون التربة بشكل واضح. لاحظوا اول حفر، لاحظوا هنا الان من هذا المكان. هذا المكان اخواني الكرام اللي صورناه بداية الفيديو. نعم اخواني، طال العمل في هذا المكان، اتعبني في الحقيقة. ان شاء الله يكون يعني نشوف نتيجة، كلها لله سبحانه وتعالى اخواني. هذا شيء مقسوم الله، الاجتهاد مطلوب الانسان، والاخر لم تنال الا ما قسم الله لك. هذا شيء يعني بالتأكيد، ما فيه اي كلام اخواني الكرام. علينا الاجتهاد نحن في البحث والتطوير، والباقي على الله سبحانه وتعالى. عشان تأكلوا المكان نفسه اخواني الكرام، طبعا صار في توسيع، صار في تكبير للمكان، منطقة يعني. نعم اخواني، نتابع واياكم. ما زلنا طبعا نتقطع في الفيديو حتى لا نطيل الفيديو بنفس الوقت، ولا يكون في عنا تاثير من انظار الرذ البشري اللي حوالينا، ونشتغل براحتنا اكثر. حينما تظهر النتيجة نعرضها عليكم فورا، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. نحاول ان شاء الله نحن نحطكم بالصورة في كل شيء. طال علينا طبعا الشغل والعمل في هذا المكان، وتيسير الله سبحانه وتعالى اخواني الكرام. ادعوا لنا دعواتكم لنا ان شاء الله. بعد تأكيد بالبحث الاستشعاري GSTX.